عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. بما أنه هذا الشهر هو شهر التمور، شهر النخيل، شهر اليوم مثل ما يقول لك قطف التمور، ولكن مو بالصورة مثل ما يصوحوا له المختصين، هو القصاص. لا، بعد جني بعض الثمار من النخيل. فاليوم احنا في بغداد، من اشهر المناطق بزراعه النخيل ووجود بساتينها هي الراجديه. الراجديه المنطقه اللي صورنا تقريبا بها اكثر من 3 حلقات على الحمضيات، على الواقع الزراعي. اليوم راح نجيها بخصوص موضوع النخيل والاهتمام به وكيفيه اليوم بعد ما العراق كان الاول، ليش رجع الى المركز السادس؟ وين الدعم الحكومي للنخيل، للنخله اللي عندنا بها ارث ثقافي وحضاري وحتى ارث. ان شاء الله يا رب حلقه تكون ممتعه. راح نعرف انواع التمور اللي موجوده بالراجديه، راح نعرف كيفيه صعود النخيل، موضوع التبليه وغيرها من هذه الامور. ابقوا يعني. نرحب بيه خالد في برنامج أرض السواد، خالد الدليمي. أهلا وسهلا. نعم، خالد الدليمي. الله يخليك، صحتك شلون؟ الحمد لله. عزيزي، أخبارك؟ الحمد لله، إن شاء الله بخير، في أمان الله. الله يحفظك. أريد أعرف اليوم، أعرفك على المشاهدين. طبعا خالد الدليمي هو طالب جامعي، وأيضا ما ترك مهنة أجداده وآباءه، موضوع النخيل والاهتمام بالنخيل، صعود النخيل، معلومات عامة على موضوع النخيل. خالد، انت من اهالي الراجديه؟ نعم. يعني ولادتك هنا وهاي؟ انا ولادتي بغداد عظميه. بالعظميه. اي، لكن باللون الاخيره انتقلنا للراجديه. بس عندكم اصول بالراجديه من قبل؟ اي طبعا. يعني جيت يوم عمار؟ قرايبنا قاربنا هنا عايشين. ممتاز. يعني عندكم جذور بالراجديه خليل. اي طبعا. خالد، يعني بالبداية الله يساعدكم على أجواء خاصة تستغلون بموضوع النخيل، يعني أجواء حارة جدا وإحنا في موسم. هذا الموسم شي يصلحوا له بالنخيل؟ بالنخيل هسه حاليا إحنا بداية لقاط. يعني لقاط يعني شنو لقاط؟ يعني صعود حاليا يلقط جزء من التمر اللي ما مستوي حاليا، يعني بعد ما مستوي في حالة لقاط يقدم، يعني يلقط المستوي. أي يعني مستوي من عنده يلقط. نعم. هذا يعتبر تجاره لو الاهل يعني البيتهم والخلاص، يعني اللي لك طيب يبيعه؟ اي طبعا. واسعاره اعلى تكون؟ اسعاره اي، في يعني البدايه تعرف في نزول التمر بالبدايه. نعم. يكون غالي. هسه حاليا سعر التمر غالي، انواع يعني يوصل كيلو سعره 3.5 2.5 هكذا، يعني في بدايه. اما بالمي بدي اخر شيء القصاص، يعني بصوره كامله التمر كله يستوي، يعني هنا راح اسعار تقوم تدنى شويه شويه. بس ايش قد سعره الكيلو؟ يعني حاليا هسه الانواع اكو هسه حاليا دي يلقطون الخستاوي. الخستاوي ايش قد سعره هسه؟ سعره 2.5 3.5 في هذا. ومن يصير نهايته ايش قد يوصل السعر من يدنى الاسعار؟ من نهايته الخستاوي يوصل للادنى بعد، يعني يصير ما له قيمه ولا فلس، ما حد يقلب اصلا. هيك يقول ما حد يقلب. ايه. بس هاي ايش قد تستمر انه الاسعار مرتفعه تناسب اليوم انتم اصحاب البساتين؟ بالنسبه للاسعار المرتفعه حاليا، يعني تبقى من يعني احنا في اواسط اب. نعم. لو لا مو احنا دخلنا 20 اب. اي نعم. لي وين تبقى الاسعار زينه تناسبكم؟ يعني حواليا توصل لشهر شهرين، اما بنهايه من يبدي القصاص مثلا. القصاص نهايه التاسع لو العاشر؟ نهايه العاشر. نهايه العاشر تقريبا. نعم. يبدي القصاص. عاد هنا يعني يبدي القص الصاعود، يبدي يقص بصوره كامله،
يعني حتى المشاهد يعرف القصاص يعني قصة العثق. نعم كله. اي مثل ما بعض العالم يقولون عن قود يعني بصورة عامة كله يستوي. التمر بصورة عامة كله جزء بشكل كامل. يعني خالد اليوم يعني يعني التمر مثل باقي المحاصيل الزراعية بالبداية أول ما ينزل سعره يكون غالي. زين أريد أسألك سؤال، بما أنك يعني ليش الراجدية في بغداد من أكثر المناطق اللي بيها نخيل؟ هو بصورة عامة راجدية حاليا إذا تتجول حاليا بالمنطقة وهاي تشوف بيوت، لكن أكثرها كانت كلها على حالها بساتين. يعني من المناطق والمحافظات اللي مشتهرة بزراعة النخيل والنخيل هواي بيها، لأن هم أصلا يعني طريقة الناس عايشة هنا على البساتين أكثر شيء، الشغل والعمل، فلذلك يعني هي منتشر بيها أكثر شيء. بس أكو ناس عافوا بساتينهم؟ لا ماكو، قليل جدا. لا يعني مثلا حول البستان مالته إلى أراضي وبنوا عليها بيوت. أي أكو تصير هيك. أكو نعم. الان بدي اشوف يعني بمواقع التواصل الاجتماعي هواي يعرضون اراضي للبيع، تصير فيلل وهاي البيوت. اي طبعا. عجب ليش اليوم صاحب البستان العده اليوم نخل هوايه وخر النخل وخلى بيوت مكانه، شنو السبب؟ يعني هو تعرف يعني اذا صاحب البستان يريد يقيم يسوي اقامه هنا، او اكو ناس مثلا تجي من محافظات بغداد غير المحافظات تجي تسكن براجدية بصوره طبيعيه. هي. يعني عادي ياخذ بستان وهاي يعني شوفها يسويها مزرعه شيء مرتب يعني للونس، او يخليه يعني كجزء من المال مالته. لا انا قصدي ابو البستان اللي عنده نخل مثمر ما شاء الله، هذا النخل اللي نشوفه شلون يقصه ويسوي بيوت؟ يعني هل لان ماكو دعم، او لان هو يشوف بها ربح اكثر لما يبني بيوت او يبيع قطع اراضي؟ اي طبعا ماكو بيهم يستفادوا من عنده يبيع قطع اراضي اكثر حسب المنطقه اللي هو بيها، اكو بيهم يقسمون البساتين الى قطع ويبدي يبيع احسن، لان كون الناس تحب الاراضي الزراعيه بصوره عامه اكثر يعني. نعم. هي شو تكون ارخص بعد. صحيح ارخص. الانتاج هذه السنه كيف كان؟ الانتاج هاي السنه بس الاحسن العام لو هالسنه؟ احنا نتصور انه هو كل سنه، هو طبعا الرزق يعتمد على اكيد على رب العالمين، هذا توزيع حسب الزياده يعني. هسه حاليا هاي السنه احنا نتصور انه الانتاج اكثر من ذيك السنه. بس احنا كون اللي التمر تعرض بالفتره الاخيره تعرف تراب الى كميه صحيح. تراب هوايه هواية. بهاي الحاله الفلاح يعني لازم يسوي ادامه للنخل بصوره عامه. شلون يعني لا يتم الغسيل غسل النخل بصوره شلون يغسلون النخل؟ يغسلون النخل بالهولدر يعني اجهزه مكافحه هواء ولا مي؟ مي. مي بالمي مي. ويقولون ما يصير المي يوصل على الثمر؟ لا طالما بالثمر وتضرب الشمس ما عليه اي شيء، يعني ما ياثر اي شيء عليه. يعني بصوره طبيعيه ينصل من تراب العنكبوت، لان اذا ظل بتراب العنكبوت يعني راح يصير خلل عند الفل من القاصوص يقوص، وها يعني يصير ضيق عمل عنده. زين بما انك اللي بما انك مهنتك قاصوص نخل يسوح للقاصوص، شلون يتعاملون وياك الناس كاجور؟ يعني يقولوا لك مثلا هل قدونا لو كنا نخلج سعرها لو شنو الموضوع؟ لا هو القصاص بصوره عامه هسه القاصوص ياخذ عن نخله الوحده 2.5 او 3.5 عن نخله الوحده. بس هاي بداخل بغداد اغلى انا يعني اعرف. بداخل بغداد طب 5000 7000 نعم. في المناطق الراقيه كزيونه او هاي منتشره بها انخال يعني يعني اجرهم بالبيوت فاربع نخلات خمسه اغلى جدا حيل غالي الصير. الصير يعني هنا 2.5 3000 ايش قد تاخذ؟ انا بالنسبه لي 3. يعني تعتمد على طول النخله لو تعتمد على شنو؟ لا هو النخله بصوره عامه بصورة عامة شو تسوي لها القاصوص؟ يعني هم ترتبها تنظفها لو شو تسوي؟ هو طبعا التركيز اذا كان القبل الفلاح مطلع واحد يركز يعني حسب التعب، اذا كانت ما مركزه فوق يعني ما مركزه يعني العثوق فوق السعفه صايره العثوق هاي ما مركزه ما مركزه حتى يعني ما معدله اها يعني مو مثل هسه عندك النخل نازل يعني بصورة عامة بس يصعد فوق. هسه هاي مركزة فوق انا لو لا؟ هسه حاليا هاي ما مركزة، هي مثل هاي ما مركزة هسه. هاي ما مركزة. هاي هنا الصاعود يعني شنو يطيح حظه. يعني يتأذى هواية. الصاعد شو يصير فيه؟ يطيح حظه يعني. الله يساعد. يعني زين يعني هو لازم يعني انت مو فقط تجي بوقت ما انه الثمر يصير. لازم يعني تجي. لازم يجي يركز بالبداية. ركزها. وتلقحها نعم صح يعني بالبدايه تلقيح بعدين تركيز وبعدين تعرف نهايه القصاص نعم توكل على الله. زين يعني شغل القاصوص يبدا موسم القصاص لو موسم اللقط؟ هو القاصوص بالنسبه
هو نفس اللي يصعد لازم يلقط بالبدايه، بده يلقط وبعدين من الحين وقت القصاص كله يستوي التمر بصوره عامه. عادي يبدي يقص بصوره عامه كلها. يعني خل نفهم شغله، يعني انت مو فقط مره واحده بالسنه تصعد للنخله؟ لا مو فقط مره، وهاكل صعده باثنين ونص. طبعا اثنين ونص، يعني اذا النخله الواحده تحصل لك بيها تقريبا 9000 دينار. نعم او اقل يعني من ذلك، او يعني اقل حسب الاسعار متفاوته. يعني انت عندك بستان؟ لو انت تشتغل في بساتي يعني خابروك ويجوا يعني خالد تعال لنا عندنا نخل مثلا محتاج يجي امور. انا بالنسبه لي ما عندنا بستان، بس انا اشتغل يعني هاي شغلتي. تشتغل متعود عليها، معروف هنا يعرفوك. اي نعم نعم. ناس تحتاج قاصوص عادي يقصوا هاي، فيخابروني على الموبايل على الاتصالات. زين سؤال لهم، هاي الحراره ليش التمر ما يصير بالشتاء؟ والله التمر عمي من صماطنا والله، مو من يستوي ان شاء الله. التمر يحتاج الى درجات حراره عاليه. ايه بعد هاي رب العالمين سبحان الله كله سبحان خلق الله. الهي سبحان الله، تصميم الهي، فهذا كله نعم يصير درجات حراره عاليه يستوي. عندك معلومات قويه بانواع النخ بانواع التمر؟ مو هالقد يعني معلومات قويه. يعني نختبرك؟ يختبر. هاي شنو نوعيتها؟ بس هاي نوعيتها خستاوي. خستاوي هاي؟ هاي زهدي. زهدي هاي؟ هاي هم زهدي. زهدي اكثر شيء هنا زهدي. اين زهدي؟ تجاري يتحمل. لا هو زين، لما يصير موسم القصاص عندكم خزانات؟ اكو لا اكو ناس يعني تخزنه، بس ما تخزنه لفتره طويله. ايش قد من يصير مثلا اذا يفتحون التصدير؟ اي اذا فتح التصدير ما شاء الله عاد هنا الفلاح يخزن لفتره معينه. شو قلت يعني يسلم للدوله الصدره؟ اي حسب. اكو معامل خاصه تصدر للخارج. نعم. يعني تجيكم معامل مال دبس غير امور؟ طبعا ناجم. هو اصلا تمام عندك شيء يستعمل الدبس يستخرج من عنده. صحيح. الخل ما خل. صحيح. انواع الخل يستخرج من عنده. خالد عموما شغلتكم متعبه، ماشي حياتك؟ اي الحمد لله. صراحه يعني انت كطالب جامعه مصاريفك ماشيه؟ موضوع القصاص مال النخل، قاصوص النخل. والله قاصوص النخل اذا يشتغل على شغله التمر وطالب جامعي يعني هذا اي سن عنده شي يصير منه؟ نفس هذا اللي يلقى ما مركز شي يصير يعني ما يلقى يتعب كلش يتعب كلش اذا ما يشتغل شغل ثاني. خلصنا من المصطلح الاول، شي يصير بهذا اللي ما يلقى المركز؟ يعني يطيح حظه من راسه. طبعا خالد ربي يحفظك وشكرا جزيلا على كل هاي المعلومات، واسف ممكن اخذنا من وقتك والله يساعدكم. يعني انا من القصد دائما اذكر الشباب ودور الشباب موضوع الزراعه. اليوم خالد مواليد 2000 عمره 22 سنه بس، ما شاء الله يعمل بمهنه او شغله اليوم اجداده واباءه واجدادنا وابائنا يشتغلون فيها، فهذا الشيء نفتخر به. للاسف كثير من شبابنا انا اروح لها قرى الى مناطق زراعيه، اغلب الشباب بعيدين عن هذا الموضوع، ملتين بامور التليفون او يريد يشتغل غير شغله وتاركين هاي الامور على الناس الكبار بالعمر. فخالد نفتخر به وربي يحفظه. خالد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، شرفت اهلا وسهلا. ربي يخليك. طبعا احبه المشاهدين، رغم الاجواء الصعبه الحراره العاليه، ولكن موسم النخيل او موسم التمور يستحق اليوم الاهتمام من برنامج ارض السواد. ابقوا ويانا وعندنا لقاءات اخرى. بيك اخ حكمت ضيف عزيز على قناه الايام الفضائيه وبرنامج ارض السواد. حياكم الله، احنا نرحب بكم اولا وبالكادر اللي معاكم قناه ربي الايام. ربي يعني اللي توصلون معاناه الفلاح الزراعي العراقي الى الوزير الزراعه والى كافه المسؤولين العامين ان شاء الله. ربي يخليك. الله يحفظك. ابو منو؟ حكمت ابو علي. ابو علي
ابو علي. ابو علي حياك الله. الله يحفظك الله يخليك ابو علي. خلي اليوم انا عرفت من خالد بعض الامور. نعم. انت كنت جالس تسمعنا. نعم. قلت انا عندي هواي ممكن بعض الملاحظات. نعم. على الكلام. بالبداية اكو نقطة مهمة. احنا اذا اتكلم على يعني فقط الراجدية. نعم. هل الانتاج افضل من العام؟ انتاج افضل من العام من ناحية الثمر لا من ناحية النخيل؟ الثمر لا النخيل اما الاشجار يعني. لا النخيل. بس انا اليوم حلقت عن النخيل. والله بعض بساتين وبساتين هو اللي شال العام السنة مش يصير حملة اخف. واللي كان العام ما شايل خفيف حملة السنة يصير حملة اثقال. أساعدنا النشو احنا نسميه النخل بعاميتنا احنا الفلاحين. شنو يعني النشو؟ يعني هاي القصه هاي النخل هسه النشو. أيه. أيه. هاي الحمل مال السنه شويه اقل العام كان اكثر. عندنا النخل العالي اللي بالمصطلح عندنا يسمونه النخل الريساني. الريسان الريساني شوي خلينا نقول لا هو عالي مثل العيط. أه. ولا هو ولا هو نشو. أيه. هذا شوي الحمل مال السنه. والعيط العيط لا شويه الحمل ماله احسن من العام يعني. بس صعوبه بالعيط لان اطول. لا هو بالاصعاد اطول بس احكي لك انا كانتاج يعني. كانتاج انا احكي لك على انتاج ما ادري. العيط هو الاول النخله الاطول شيء. هي مو هو بين سنه وسنه العام كان ما شايل عندنا يعني النخله تطلع لها كيس واحد نص كيس كيس هاي العام. كيس كم كيلو؟ كيس يطلع لي 40 كيلو. بس انا لا. ليش بغير دول؟ نعم. بما انك عندك معلومات هواي. نعم. انا اريد استثمر ابو علي اليوم. معلوم الله ربي يحفظك. ليش بغير دول انتاج 150 كيلو اكو 200 ليش بالعراق 40؟ احنا مو هناش قصير عندنا امراض كلش قويه يعني. هسه بعض الفلاح بعض البساتين يقول لك ما مهتم بالنخل يقول لك انا قاعد ما صرف لي ما صرف لك ليش يقول لك انا هسه تدمي عندي مواد تدمي عندي مواد كيماوي تدري احنا يسموه احنا عندنا هسه تجريف الحقن. أي. الحقن يقول لك انا مثل هسه قاعد تكلفني مثل هسه هالمبيدات غاليه هسه احنا ما يفيدنا الحقن الا السويسري اكو الصيني يشتغل بسنه واحده نحقنه وراه يرجع دوباس. السويسري قد يعطيك ضمان؟ السويسري 5 سنوات. ايش قد سعره؟ سعر العلبه لربع تقريبا 65 الف دينار. كم نخله تكفي؟ تكفي 60 خله. اها يعني عنده مثلا عند الاف تبدا 7000. لا الالاف احنا يعني قاعد تكلف وهاي مثل ما يقول يعني لازم تظل انت مثل الذبابه هسه هاي الذبابه البيضاء اللي احنا هسه عندنا على الحمضيات همينه هاي الامراض اللي موجوده يعني المبيد اللي يجيب نبات بيشتغل بما يشتغل يطلع مغشوش هنا شويه قاعد تاذي الفلاح. الفلاح يحتاج دعم يعني ناشد الفلاح يريد دعم يريد من القطاع الزراعي. القطاع الزراعي احنا ما عندنا ماكو دعم. أي. يعني هسه حتى قاموا يجيبون المواد اللي يعني هذا يجيبون هذا السم الزيتي يسمونه ما دا يشتغل عندنا. احنا ناشد يعني الحكومه بهاي السالفه شغلت الطيران. احنا الطيران صار يمكن شو اقول لك 7 سنين 10 سنين ما وصلنا طيران ابدا ابدا. احنا هو هاي اللي ما يقضى عليه الا الطيران. قبل كان كل سنه اكو كان قبل كل سنه بشهر السادس. شهر السادس. شهر السادس يعني متذكر انت يا مواليد؟ انا مواليد 89 9 تتذكر يعني؟ لا اتذكر شغلك يعني كان كل سنه تجي طيارات تجي طياره وتكافح و... مجانا مجانا على الدوله على القطاع الزراعي وزاره الزراعه يعني وزاره الزراعه. صار لها 7 سنوات مجانا. صار 7 سنوات ماكو اي طياره. قلت لك نشتغل نستعمل بس الحقن يعني حتى هسه عندي بعض النخل اللي احنا حقون قبل 3 سنوات ما هسه موجود حتى التجريف ماله يمكن قبالك يعني بالدريل نزرفه وبالسرنجه هاي البقعه مثل السوده. ايه. تقريبا هي هاي هاي فنجيب السرنجه سرنجه مال شو اسمه اللي يسمونها خلينا نقول 20 سي سي الكبيره. اي كبيره. ايه. نحط عليها بنحط بيها 20 سي سي 15 سي سي بالزرف مالت هاي هاي حتى حقنوها الماده السويسريه اللي قلناها والصينيه. قلت لك اي هاي شنو مهمتها؟ مهمتها قتل الدوباس اللي بالنخل يعني اذا ما تحقنها لا حصل عندك ثمر والنخله عندك تموت من كثر المرض. أه أه أه. يعني النخل ينقضى عليه بأكمله يعني ما هاي كانت تنهي هذا الموضوع كان ينهي الطيران. طيران طيران قلت لك احنا بشغله القطاع الزراعي كان هو اللي يعني زين. وبالبرلمان سوى بقانون الامن الغذائي. نعم. اللي اقر قبل عده اشهر كان من ضمنها طيران لل يعني ليش ما وصل لكم الان؟ لحد الان ماكو شيء. تدري انت وضعيه يعني الحكومه لحد الان ماكو شيء مستغربيها للاسف. اي يعني ماكو اي شيء هسه ان شاء الله يعني حتى الامن الغذائي لحد الان ما تطبق شيء به. ما شفت فرق. ما شفنا اي شيء هسه يعني مثل ما يقول لك احنا حتى هسه عندنا المبيدات الزراعيه مثل ما يقول الكيماوي. كان قبل بالقطاع الزراعي ينطونه ينطون بس كميات احنا بالنسبه لنا كفلاحين ما تقضي قرار لنا يعني. يعني احنا مثل الدونم هم ينطون بالدونم يمكن شو اقول لك 50 كيلو القطاع الزراعي. 50؟ اي 50 كيلو. ايش قد يحتاج الدونم؟ شيء واحد احنا هسه احنا كل هرش اذب له كيلو يعني مال 50 هرش. أنا يعني الدونم بيها مثل ما يقول 150 هرش
يعني ما توصل ثلث. اي فماك فمودي ينطون بس الابيض او ينطون هذا الكيمياء العراقي. صراحه انا الكيمياء العراقي ما دا يسوي لنا شيء. الدين تجون بيه بالبصره. اي من الذبه بالقاع تقول يظل على بالك صبخ يعني على يظل على حاله بس ملح شو الملح. بس هسه احنا عدنا نجيب الدابة الاردني بس الاسعار ماله يعني قامت كنا نجيب الطن ب 700 هسه الطن ماله بمليونين او مليون و850 هاي اسعاره يعني. ايش قد كان؟ كان ب 700,000 قبل كان ب 300 و 350 700,000 شو اخذت تبيع سنه؟ 700,000 قبل ثلاث سنوات والعام يعني 2019 2019 18 هاي 18 شو وقت زاد؟ زاد عندك اول عام صار بمليون و400 اي ورا الدولار ايش قد زاد؟ ورا الدولار هسه صار بمليونين ومليون و850 والابيض يعني ارتفاع الدولار مثل ما قرر البرلمان ما فاتكم. واحنا الحين سالت التاجر اللي مستورد انا ما شغله بس بالشي اسمه قال عندنا القطاع اللي صعد الكيمياء وهناك عندنا صعد حتى بالاردن. اه يعني هي بورصه عالميه. هي بورصه عالميه مو بس هنا احنا بس. والنوبه بس هي صارت زياده عالميه وصار موضوع الدولار التمت عليها. بس احنا كفلاح ما عندنا دعم. انا تمويل زين. وين الجمعيات الفلاحيه؟ ماكو الجمعيات الفلاحيه حجي ما داش تسوي شيء ما تسوي لنا شيء. الارشاد وينهم؟ ماكو احنا اي شيء هسه لحد انا بستان ناس قصار لان عنب وجد. ما حد وصلنا تراجع انت مولود هنا انا موجود هنا ينطونا بس قلت لك هذا الزيوت هذا مال المكافحه وكمبيدات ككيمياء وماكو اي شيء مال هاي حبيبات ماكو هسه احنا قلت لك يعني ما عندنا اي الله اكبر اي ما عندنا انواع التمر اللي موجود بالراجديه احنا هنا اللي احنا خلينا نقول نسميه جوكر ايه. هو الزهدي لان تجاري لان تجاري احنا ليش لأن تجاري تجاري نطلع على الخارج لان احنا ما عندنا شيء هنا استثمار خلينا نقول المعامل وهات تشتغل شو عندنا معامل دبس؟ لا حج ما يسحب احنا الكميات اللي عندنا اكبر اكبر من هاي الكميات هسه انا يعني خليني اقول لك واحد من الفلاحين يطلع عندي 50 60 طن 40 طن 30 طن انا من 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 خليني اقول الاف الفلاحين زين وين راح يودي هذا؟ ما معمل ايش قد يريد يعني ايش قد يريد يسحب المعمل؟ ما ايش قد يريد يسحب؟ 200 طن 300 طن 400 طن والباقي وين يوديني؟ ما يعني ما شاء الله راجدي يعني سؤال عبارة إذا يعني إذا من يفتحون التصدير نعم. أنا أدري يعني حسب الوثائق الرسمية نعم. المصرف التجارة العالمي أو مؤشر ICT ما لهم ما أتذكر بالضبط هذا الاسم إنه يقول العراق يصدر إلى الإمارات يصدر إلى الهند يصدر إلى الصين إلى تونس إلى دول عديدة من لما يفتحون التصدير نعم. أنتوا تودوا للدولة اللي هو صاحب البستان هو يصدر لا لو اكو وكلاء عندنا احنا تجار هسه انا حتى شخصيا عندي اتصال مباشر ويا التاجر اي التاجر هسه حاليا يريد ينطيك سلفه هسه احنا شلون خلينا نقول يعني تمويل يعني قلت لك يعني من التاجر وليس من الحكومه مضمنين يعني هسه لا ضمان هسه انا ضمان انا اشتغل احكي وياك انا ضمان وانا ابو بستان اي يعني اثنيناتنا اشتغل هنا حلو هسه هذا البستان مالتك لو لا مالنا البستان ما الله ايه. الله يعمره ان شاء الله الله يحفظك فهاي شغله التمر احنا قلت لك يشتغل يطلع للخارج اللي من ضمنها الامارات عندك يطلعون من عندها وعندك للهند الامارات يرجعون يا معلب هو يرجع هو ما احنا رجعنا يعني ليش ما عندنا معامل تعال لا مو بس هاي انا ما اقصد لك بس هاي نوعيه سبحان الله التمور بارض العراق تختلف عن الدول ما شاء الله اي هسه التمره توديها لهناك اصلا هم متعجبين بيها بس هم اخذوا فسائل هو الفسائل هم هجناها تهجين يسمونه هذا اخذوا حتى احنا عندنا ارقى شيء هو البرحي واللي هي عندنا هاي النوعيه البرحي زين 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 استاذ حكمت نعم ابو علي الغالي ربي يحفظك نعم. حسب مؤشرات عالميه العراق كان الاول نعم. بانتاج التمر خاصه ممكن نقدر نقول قبل عام 1908 نعم العراق الان بعد السعوديه وبعد ايران وبعد مصر نعم ويمكن حتى الامارات تفوقت علينا والجزائر نعم احنا تقريبا السادس على العالم بلد معروف بالتمر والنخله ليش صار السادس او الخامس ها ليش ما يرجع اول تمام خوش السؤال هذا صحيح اي احنا هسه ايش تصير عندنا تصير عندنا يعني ان شاء الله قلت لك يعني اللي هسه احنا اللي هسه انا عشان كمنطقتي الراجديه وهاي احنا نعاني منها من عندها كطعمه كبرى هنا شنو المعاناه اه شنو المعاناه هسه انت جيت ودخلت وشفت أي. بالمنطقه الراجديه احنا قبل ماكو بيت بستان هاي ماكو بيوت هسه هاي البيوت كلها الاراضي قامت تقطع هي ونخيلها وهروشها يسوونها بيوت اراضي سكنيه اها هاي قاعد تقل عندنا هاي وحده زين مو مخالف للقانون حجي هي مخالف للقانون بس قول لي وين قانون التطبيق احنا نريد تطبيق احنا نريد يعني فشي هسه يعني يطبق على يعني القانون يكون يطبق على هاي الناس يعني اللي قاعد يقص يعني يجيك هو قريب
ده يجي ده يشتغل، خلينا نقول احنا مثل ما يقول نسميهم دلالين، اشتراها مثل ما يقول الخمس دواني مثل ما يقول ب 100 مليون. زين خلينا ناخذها من غير باب. نعم. ابو صاحب البستان شنو الجابره يبقى على نخل ما مدعوم حكومي ويخسر بيه خبني قطع اراضي؟ هو عنده مو داوصل لك يعني اليوم السبب ايضا من الجهه الحكومه. انا اوصل لك، انا اوصل لك الفكره هاي، انا اوصل لك هسه هاي الفكره، لان قامت احنا عندنا البستان ما تجاوب، ما تجاوب، يقول لك انا هسه تجيني مثل ما يقول 100 مليون او 200 مليون او 500 مليون اروح اسوي بيها مشروع استثماري. أنا ما مستفاد معناتها، أنا بالسنة على هاي الأمراض وتي شغل وتي مكافحة وتي جراد وتي تكريب وتي طلع وسخ، هاي كلها معاناة وتي كيماوي وتودي للسوق. السوق يعني تعبان، يعني قلت لك يعني الأسعار مالته كلش تعبانة، ماكو عليه سحب، فشو يسوي؟ ينجبر. غير الزهدي شكو هنا؟ عندك زهدي، عندك الخستاوي، أي. عندك النسمة كالوان، عندك الاسطعمران اللي هسه طلعتكم من عنده. صحيح ما شاء الله. أي. وعندك الخيارة، عندك التبرزل، عندك الخضراوي. ضقتوه طيب مصورين؟ تمام. الحمد لله. عندك نوعيات يعني. أوس طيب؟ كراشدية اللي يكثر بها هو الزهدي. أوس نطيته؟ إيه. اسمه اسطعمران؟ اسطعمران إي. أوس ماكو ظلت واحدة بيدي؟ عندي هاتي. خلينا نشوف والله. اريد الاسطعمران اغلاهن؟ هذا هسه الاسطعمران ب 1000 وربع حاليا. هذا الاسطعمران. هذا ب 1000 وربع؟ هذا حاليا ب 1000 وربع، بس هاي السنه زين، بس العام كان 700 دينار. ما شاء الله حتى نظيف. ايوه هاي تمر نحن. حلو. اكو موضوع لا. ليش التمره الاماراتيه السعوديه المصريه لما تروح للخارج سعرها يكون اغلى من العراقيه؟ مثلا يعني باوروبا او شيء انه 5 قطع تمر معلوم تقريبا ب 2 يورو. مو هناك جسر عندك قاعد يهتمون بمساله التعليب دي يشتغلون عندك هسه انت هاي السالفه. يعني خلينا نقول شلون استثمار دي تشتغل، هي دعم حكومي اما دعم يعني مثل ما يقول تاجر. هسه احنا حتى التجار عندنا، هسه عندي جماعه هسه الزهدي قام يستثمرون هنا هسه بالعراق، انا احكي لك كمين يسوون كراتين تعليب وينزلونه هسه راح يقصون الخرموش. احنا عندنا بالتاسع يسمونه الخرموش النخل النشو. يقصه ويعلبه من كان بالصندوق او بالكراتين يستاخذها 12 كيلو كرتونه يتعلب 12 كيلو ينزلونه المن ينزلونه خلينا نقول بشهر 12 ينزله للسوق. يعني هو سياخذه من عندي ب 400 دينار 350 دينار يبيعه بعدين 800 900 ب 1000 يقوم يبيعه يدخلونه برادات. بالبراد يدخلونه وبعدين ينزلونه للسوق. تحب تضيف شيء تطلب شيء من الجهات الحكوميه اليوم؟ والله احنا نحتاج قلت لك هي كمبيدات، احنا ما عندنا شيء ويا اللي اسمه ويا الحكومه، بس يعني كمبيدات اللي زراعيه. يعني عندك هسه احنا عندنا الكيمياء وقلت لك يعني قمنا نعاني به. يعني انا عندي مثل ما يقول 10 دوانم انا جايب لها رحم الله والديك، جايب لها جايب لها ب 4 ملايين ب 5 ملايين فهاي المساله يعني قاعد نعاني من عندها كلش هواي. يعني مشكله. يا رب ان شاء الله صوتكم يوصل وبخدمتكم احنا. خلنا شوي ناخذ راحه لان بسبب الاجواء تمر ومي. شكرا لك ابو علي. الله يحفظك. الله يخليك. الله يحفظك. حسام سعيد. نعم. شلونك؟ الله يبارك. اخبارك؟ الله يبارك. انا قبل ما ابدا ويا حسام كل المحبه والتحيه لك. اذا اقدر اصنفها من اصعب الحلقات اللي مصورها كارض السواد، رايح انا الشبايش مصور، رايح الميسان، البصره، للدير، الكربلاء، البابل، الدياله، وبغداد هواي مصور بيها. يعني موضوع الرطوبه والحراره اللي دنعيشه اليوم، يعني درجه الحراره 47
رطوبة عالية، ولي قهرك أكثر من كادر التصوير الآن تحت السقيفة، وأنا والضيف صاير بيني حتى التبلية ما تحملت وقعت ما عاد. حسام سعيد. نعم. سعيد في الأجواء؟ والله الحمد لله، هذا بعد شيء إلهي، شيء إلهي يعني أمر الله هذا بعد. صحيح. ونستفاد من موضوع التمر، ينطبخ التمر على مود الحرارة يعني لازم رطوبة عالية الله يستوي. صحيح. نعم. كم عمرك؟ أنا مولد 95. مولد 95، 27 سنة. 27 سنة. من مولود هنا أنا؟ مولود بالراجدية. شغلك شنو؟ أنا شغلي فلاح. كل شيء. كل شيء. مفد قاص يعني. لا مو شغل معين. يعني شو تشتغل؟ يعني يجي موسم النخل أصعد نخل، يعني يجي مثلا تمر وبعدين لقاط وبعدين تكريب وبعدين قصاص، يعني هذا الشغل مو محدد. مو محدد؟ لا مو محدد. يعني حسب الموسم، حسب ايش دا يصير. الشيء يجي الموسم نشتغله. نعم. يخلص التمر يجي البرتقال. بغض النظر عن التمر أحبة المشاهدين أيضا، يعني إحنا اليوم ما ننسى موضوع البساتين من الحمضيات من أمور أخرى. خالد قبال بيتكم شجرة عرموط. هاي لكم. ناخذ لها تصوير نشوفها. شيء جميل جدا. يعني امور اخرى زراعه خضروات لو ماكو ما شفت انا البساتين. لا خضروات لا. ايش عجب ليش؟ لان هي بستنه ما ينجح بها خضروات. ليش ما ينجح؟ بالعكس مو يقولون الخضروات انه جو النخيل. لا لا. اها ماكو من النوادر الصغيرة. لا لا هسه ما تزرعها. هسه ابو علي زارع بلوبيا يمكن شفت. تنعزل لازم بستانها تنعزل يعني الصيف ينعزل. الخضروات لازم تنعزل ما تنحط ويا البساتين. مهنة القاصوص. نعم. فد يوم احد واقع بيكم نخلة؟ ايه. تواقع؟ اي انا واقع. كم مرة؟ مرة واحدة. صار بيك؟ صار بي رضوض وفصوص يعني هشاشة بلع الله. خالد واقع فد يوم؟ لا خالد ما واقع. حكمة؟ الحمد لله. اكو فد يوم لا سامح الله واحد وقع وتوفى مثلا؟ زقطوا. الله اكبر. أيه. يعني اكو ناس ايه يعرفوهم ايه جوارين شنو يصير غلط؟ خطا يصير بالربط مال التبلي مثلا. إيه عندك هاي السيم من هنا ايه ينقطع بالصعاده. بس هذا السيم شي قطع؟ هذا قوي. هاي نوعيه توصال سويتها انا خاص. ها انت سويته؟ ايه يعني توصال من الشركه وثخنوها قبل لا يجي كم سيم ويحمى ويطق. هاي تبلي. مو اكو بعض المواد صارت جديده جهاز الي صعدهم؟ بطيء يعني. هاي اسرع. هاي اسرع هو ذاك يعني مو مال خيال. ايش قد تصعد كم ثانيه؟ هاي انت للنخله انت اقل خمس ثواني اصعد. خالد ايش قد تصعد خلال كم ثانيه؟ يعني انا اصعد حسب يعني مو نخل عادي هيك يعني قياس محدد. ها فهمت يعني ثلاث ثواني. حكمه ايش قد بالتبليه تصعد؟ يقول حسب الطول. ايه. نعم. لا تروح بعيد كلنا راح نجربه. ها. نشوف هسه من الأسرع. إن شاء الله. نهاية الحلقة نشوفكم من الأسرع. والفائز نستضيفه باستوديو قناة الأيام الفضائية. هو يحكي لنا عن النخيل. الله يحييك. ها خوش. ربي يخليك الله يحفظكم. هاي تبي أنتوا تفصلوها. تجي جاهزة. أخوات يبيعوها. ايه. بيش تنباع؟ 25. ليش ب25؟ غالي لو سعر زين. لا يا سعرها. لا هي تتكون من امور طبيعيه بسيطه. مو كلها يدوي. ها مثلا هاي حياك يدويه. عندك السيم همينه يدوي. ايه. همينه وماكينه يعني ماكينه بسيطه. لاويه يلوي بيها سيام و. اها. والله. طبعا نفس الاسعار 3000 على النخله 3000 تعتبرها زينه لو قليله. والله هي مو اقول لك انا الفلاح يعني يلا يتصرف لي يعني اذا ينطي مثلا اكثر. كان ما صرف يعني الفلاح يعني هم كيمياء وغالي. الله يساعده. كيمياء وغالي. المي هسه المي يعني حل ازمه مال المي. جو حار والشط ما ديرون ما يقول لك. للاسف المياه نازله للاسف. طبعا كل الحب والتحيه لكم. الله يسلمك يبارك فيك. ربي يخليكم. وراح ننتقل لبارت اخير هو بارت صعود النخل. نشوف القاصوص. عندنا ثلاثه، عندنا خالد وعندنا حكمة وعندنا حسام سعيد. ان شاء الله يا رب دوم الله يبقى سعيد. الله. هاي الاجواء السعيدة اللي انصمتنا صمت. طبعا احب المشاهدين خلينا نشوف كيفية صعود النخل بين الثلاثة والسرعة
نشوف شلون يعني صعود. يا رب ان شاء الله بدون حوادث تدعون لنا ان شاء الله. فابقوا ويانا وصلنا للبارت الاجمل بالحلقه. تقريبا 6 ثواني او 4 ثواني. لا 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 6 ابد يعني ما خايف من هاي الحركه؟ لا الحمد لله ابد يعني امن. اي نسوي فيك هذا ايه يعني مثلا افترق على النخله. لا يا لا يا دير بالك دير بالك. لا لا تخاف ارجع المكان. هاي شنو النوعيه؟ هاي ابراهيمه. اعطينا شوي باخذ الضوء الدلل. هذا يعني يا هو الاغلى هو ولا الزهدي؟ لا هذا اغلى. هذا اغلى من الزهدي. الافكت كم كيلو تقريبا؟ تقريبا 20 كيلو. ابو علي حكمه مرتب بستانته. مرتب بستانته يعني معتني بيها وداريها. اكو موضوع انا اريد اسالك عليه ولو ما اريد ابتعد عن موضوع النخيل. اكو موضوع انه البلابل اللي تعيش بالنخيل تلقون عشوش الها يصير البلبل التمري. هي موجوده. هذا يعني انتم تعوفوا له اكو ناس ياخذوا له شيء يسوي؟ انا بالنسبه لي شخصيا ما لا اخذهم ولا فلش عشن ولا ما لي شغله بهن. اكو ناس شيء يسوي لهم؟ اكو ناس يعني تاخذهم يبيعون اكو بهم يربوهن. اها ايه هيك موضوع يعني. ايه اكو حيوان لاخس مجرى يذي النخل. نعم. هذا شنو ضرره على النخل؟ هذا ضرره يعني مو طبيعي يعني يذي النخله مو شلون ما كان. اكو بعد حيوانات تعيش على النخيل غير ذني؟ مينا. شنو هاي المينا؟ الطائر مين؟ هذا مضر له طبيعي؟ لا لا طبيعي. اها بعصوات الكرتون سندباد ومترب عافيه ومترب بيها تقوم هي صغيره تقوم تتكلم تحكي اذا دربتها تنطق. يا سبحان الله مثل البغبغه. يا سبحان الله. جيد صعودك جيد ممتاز الحمد لله. ربي يحفظك. الله يبارك حسام. فيك حفظك الله. وشكرا جزيلا تعبناك. جزاك الجنه توب الامر. ومع السلامه ونلتقي بك ان شاء الله بغير ايام. ان شاء الله ان شاء الله. حياك الله. ابو علي الله يساعدك. هلا اخوي حياك الله بعلاوي. ابو علي تقريبا 7 ثواني صعدت. نعم مو صحيح. انا حسام سعيد اسرع. نعم يعني شو تقول فاز عليك؟ لا مو ذيك هاي اعلى من ذيك. اه صحيح المسافه الاعلى. اي تيد وقت اكثر طبعا. انت هذا القياس. لا ليش ما صعدت بنفس النخله؟ الكادر قال له مو هذيك النوعيه. احنا هسه غيرنا لك النوعيه. شنو هاي النوعيه؟ النوعيه اسمها ابراهيم. وهاي النوعيه ذاك ملقوط. هذا زهدي. هذا يصير تعليب. هذا اللي خرموش. تحبوه. نعم لان تجاري. هذا تجاري. تيده خرموش يصير يعني هذا يتعبى بالكراتين وبالصناديق. تريده يعني بحيث يطلع يتعبى باكياس كل شيء يطلع له 35 40 كيلو يتعلب تعليب. انتاجيه الزهدي اكثر من البقيه؟ طبعا. زين البستان مالتك كم نخله؟ تقريبا 150 نخله بها العدد. كم وحده زهدي؟ زهدي يعني الكميه شويه اللي عندنا قبل كان قبل عندنا يسمونه الخستاوي اللي افضل بالسوق. اي هذا النوعيه الخستاوي هذا حاليا اليمن. فالكثره نعم. بها خستاوي. اي الزهدي بها تقريبا بها 60 70 خله. يعني تقريبا نقدر نقول 40% من البستان. اي نعم. يعني على مود الامور التجاريه التسويقيه افضل. بس هسه الزراعة مالنا كلها زهدي. هسه بيجي الزراعة مالنا. ايه هاي هسه الفسلان المزروعه كلها نوعيات كلها زهدي. هاي قمنا نزرع جوا الخستاوي لان الخستاوي بالبيع ينباع يعني خلينا نقول لك ب 350 دينار. ب 350 اي 350 دينار 300 دينار. اها مشكلة. وهذا نبيع للتاجر قمنا نبيعه كان 500 600 550. تاجر وين يصدره؟ تاجر يطلع بيه للخارج. امارات هند. امارات للهند لل نعم. للصين. ها آه كل الدول قاعد يطلعون بها هسه التجار. هاي محقونه النخله؟ محقونه. قبل ايش قد؟
قبل 4 سنوات. قبل محافظ على نفسي؟ اي لا الحمد لله. شو كنت تحتاج حق المره اخرى؟ تعال على السنه تجي ان شاء الله. هو يعني كل 5 سنوات؟ اي كل 5 سنوات. هذا السويسري السمن السويسري. ذاك الصين ايش قد يطول؟ ذاك سنه، السنه الثانيه لازم تحقن. بس ارخص. ذاك ارخص اي. اها يعني ايضا مصاريف زايده. مصاريف لان شنو هاي دريل وجيب مولده والزرف وتحقن. كنا خلص قد تتاخر بها بالحقن؟ الحقن بس مجرد هي قلت لك 10 سنتيم بتزرف بالانخلاخ 15 اها سنتيم وتحط الدواء بالسرنجه. موضوع السقي شيء طبيعي؟ السقي لا ويا البستان ويا البرتقال ويا الحمضيات. احنا حاليا هاي قاع رمليه. هاي رمليه؟ هاي قاع رمل، قاع رمل تريد كل 10 ايام 8 ايام لازم تحط مي. اها هذا القاع الحمراء تتحمل مثلا 10 ايام 15 يوم تطوي. أه. القاع الطين، قاع الحريه. الحريه يعني هاي تعتبر احسن قاع للنخل؟ النخل ما له علاقه، قاع حمراء قاع رمل ما له علاقه ما ياثر. لان هو احنا بالصحراء مرات نشوف نخل. لا ما له علاقه بالهذا، بس انك الحمضيات تصير بالقاع الحمراء اضبط من قاع رمل. يعني هاي القاع ما تناسب الحمضيات؟ ما تناسب النفضيات، والنفضيات هي هاي بيها حاليا. الحمد لله والشكر. ايه. هذا البستان اكثر شيء تقريبا ببرتقال لو نخيل اكثر شيء شنو؟ النخيل ثابت ما له علاقه. اي. الدونم تقريبا تاخذها 50 الى 60 انخلة دونم. الدونم الواحد؟ اي الدونم الواحد. اها ممتاز، هاي كلها كم دونم؟ هاي 8 دونم كلها. 8 دونم. اي. مشكور وتعبناك. لا على راسي، حياكم الله. ربي يحفظك. مشاهدين قبل الختام، يعني هذا السعف اللي جزء مهمل ينذب، حتى بعض الدول اللي مهتمة بالنخيل تستفاد منه. صناعات كثيرة، صناعات خشبية وغيرها، الصناعات الحرفية اللي كانت موجودة بالعراق ولكن اندثرت للأسف. النخلة رمز عراقي، رمز وطني، رمز ديني، رمز حضاري، ولكن للأسف الإهمال مستمر يوم بعد يوم، قاعد تتناقص في بعض الأحيان في بعض المحافظات أعداد النخيل. ولكن أكو بعض المشاريع لا، أكو ازدياد بموضوع النخيل في كربلاء وغيرها من المحافظات العراقية. نحتاج إلى مشروع وطني جامع بكل المحافظات لإعادة إكثار النخيل. تخيلوا معي، البصرة من 13 مليون نخلة إلى 3 ملايين نخلة بس بسبب حروب وغيرها من هذه الأمور. يعني ب10 سنوات فقدنا 10 ملايين نخلة. من المسؤول؟ أكيد المسؤول اليوم صانع القرار السياسي اللي أثر على الزراعة، ولكن اليوم نحتاج من صانع القرار السياسي أنه يصلح أخطاء الماضي بإعادة أوضاع النخيل العراقي كما هو وأحسن. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم اللي اعتبرها من أصعب الحلقات اللي صورتها بسبب قساوة الجو. أنا أتكلم وياكم درجة حرارة تقريبا 47 ورطوبة عالية جدا. نلتقيكم بحلقات أخرى على الصحة والخير والبركة والعافية. إلى اللقاء.